تعرف شنو الجوزلمة؟ الجوزلمة أول شخص على اشتغل بالموصل من الفلكلور التركي جايبه. الجوزلمة أكو بيه عدد أطعام، أكو بالبطاطا، أكو بالجبن، أكو باللحم، أكو تشكيلة بطاطا وجبن، بخبز يوفكا خاص من تركيا يعني، بس اشتغلوه بربيل. حتجيني يوم بيوم للموصل طلبية خاصة. الفطائر أيضا أول شخص بالموصل اشتغله من العام من قبل سنة وأربعة أشهر. عندي فطائر باللحم العراقي وبالجبن ومشكل لحم وجبن وبالسمسم وسمسم وشكر. والبيتزا هم مميزين بيها. عن اشتغل لحم شرايح من أربيل على جين يوم بيومه، والدجاج نفس الحالة، بالزعتر بالحبة السوداء بالسمسم مشكل لحم وجبن مشكل خاص. عندنا باللحم العراقي، أكو بجبن بالزعتر، جبن بالحبة السوداء، أكو جبن اسمه بالقجنيش. الطريقة العجينة مميزة بها عدة أنواع مكونات يعني يختلف عن العجينة العادية وطريقتها، طبع باليد وفرن دوار. أسعاري مناسبة جدا، المتداول اليد يعني الأغلى شيء عندي مشكل خاص سعره 2500 دينار، والبيتزا اللحم سعره 4000 دينار. هذول الأغلى شيء عندي أنا، والسمسم والزعتر والحبة سعره القطعة 500 دينار.